أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية، أسواق الإمارات والسعودية والكويت، وأيضا السلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال، والبداية بأبرز العناوين. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية لليوم الثاني على التوالي. مصر تستهدف جمع 6 مليارات و500 مليون دولار من الطروحات الحكومية بنهاية العام. النفط يعاود الارتفاع والبيتكوين تقفز ل 50 ألف دولار لأول مرة منذ عامين. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات جنيه و 510 ملايين. صعد مؤشر السوق الرئيسي إيجوك 30 بنسبة بلغت 39% ليغلق عند مستوى 28604 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجوإكس 70 بنسبة بلغت 1.82% عند مستوى 6997 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر إيجوإكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.95% عند مستوى 9825 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة أكرو مصر للشدادات والصقالات المعدنية بنسبة 16% عند مستوى 58 جنيهاً فاصل 27، يلي سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 13% فاصل 50 ليغلق عند 20 جنيهاً فاصل 52. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 12% فاصل 31 ليغلق عند 83 قرشاً. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة ثمار لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 8% فاصل 15 عند 6 جنيهات فاصل 99. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي مرتفعا بنسبة 29% عند مستوى 9351 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم وعشرة ملايين. من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة بينما انخفضت أسهم 28 شركة، بقيت 30 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم ESG ستاليونز الإمارات بنسبة 14% فاصل 95 ليغلق عند 10 دراهم فاصل 92، بينما ارتفع سهم أريد بنسبة 7% فاصل 36 ليغلق عند 10 دراهم فاصل 80. كما أغلق سهم انفيست كورب كابيتال PLC مرتفعا بنسبة 3% فاصل 29 ليغلق عند درهمين فاصل 20، بينما انخفض سهم شركة رابكو للاستثمار بنسبة 9% فاصل 89 عند درهم فاصل 64. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة بلغت 19% عند مستوى 4219 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 346 مليون درهم. من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة بينما انخفضت أسهم 8 شركات وبقت 10 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة نسبة 14% فاصل 74 عند 3 دراهم فاصل 89، كما ارتفع سهم شركة الاستشارات المالية الدولية نسبة 10% عند 5 دراهم فاصل 70. أيضا ارتفع سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8% فاصل 79
عند 0.23 درهم، بينما أغلق سهم شركة الوطنية الدولية القابضة منخفضاً بنسبة 9.52 عند درهم فاصل 14. على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاس تداولة اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 88% عند مستوى 12404 نقاط، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11000 ريال و500 مليون. جاء سهم شركة التنمية الغذائية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.89 عند 122 ريالاً فاصل 20. تلا سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني بنسبة 8.70 ليغلق عند 26 ريالاً فاصل 85. ارتفع سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 7.14 عند 0.15 ريال، بينما تصدر سهم شركة لومي للتأجير قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.13 عند 114 ريالاً فاصل 60. أما في السوق الكويتي، فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضاً بنسبة بلغت 13% عند مستوى 8068 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 69 مليون دينار. وجاء سهم البنك الأهلي الكويتي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.95 عند 0.28 دينار. تلا سهم طيران جزيرة بنسبة 7.61 عند دينار فاصل 16. تلا سهم شركة الكويتية للاستثمار بنسبة 2.55 ليغلق عند 0.20 دينار. أتصدر سهم شركة المتكاملة القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.17 عند 0.52 دينار. على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الجاري، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية. بلغت حصيلة الطروحات الحكومية 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 وحتى يناير الماضي. سبق ذلك جمع 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022. أقدم معيط خلال مشاركته بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية المنعقد في دبي أن برنامج الطروحات يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أيضا رفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة. قال الشريك التنفيذي بشركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية طارق عبد الرحمن إن الشركة تعتزم إطلاق صندوق C3 للاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري. أضاف عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن الشركة تنتظر الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق الصندوق خلال الأيام المقبلة، ثم موافقة البنك المركزي المصري نظراً لمساهمة عدد من البنوك في الصندوق. أوضح أنه سيتم إطلاق الصندوق بتعاون مع شركة CI Capital ويبلغ حجمه 3 مليارات جنيه. أيضاً سيتم تنفيذ أول إغلاق للصندوق بقيمة 2 ملياري جنيه. تدرس شركة مصدر الإماراتية الواقع مقرها في أبوظبي إمكانية الاستحواذ على حصة بأصول الطاقة المتجددة المملوكة لشركة إبردرول الإسبانية في الولايات المتحدة وفقاً لاقتصاد الشرق مع بلومبرغ. بحسب الشرق، فإن الشركة الإماراتية مهتمة بشراء حصة من أصول الطاقة النظيفة البرية القائمة تابعة لإبردرول، ولا تزال المفاوضات بين الشركتين في مرحلة مبكرة وقد لا تسفر عن صفقة. Thank you.
أعلنت شركة MSCI مراجعتها الدورية لمؤشراتها، حيث تمت إضافة سهم Invest Corp Capital المدرجة في بورصة أبوظبي لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغيرة. وستقوم MSCI بتنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم 29 من فبراير الجاري. تعتبر MSCI أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق، وترتبط مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها 1,800,000,000,000 دولار. وفي السياق ذاته، كشف حازم بن جاسم الرئيس التنفيذي المشارك في Invest Corp أن شركة Invest Corp Capital المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ستقوم بعدد من الاستحواذات الجديدة في مشروعات البنية التحتية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة قطاع النقل الذي يتضمن المطارات والمواني. وقال بن جاسم خلال مؤتمر صحفي إن تلك الاستحواذات لن تتجاوز في البداية 10% من القيمة العادلة لأصول الشركة. أشار إلى أن Invest Corp تعد من أكبر الشركات المستثمرة في قطاعات البنية التحتية في منطقة الخليج، فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أهم المناطق لاستثمار الشركة في البنية التحتية في الوقت الحالي. أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج أعمالها للعام الماضي. وحققت الشركة نمواً كبيراً في صافي أرباحها تجاوز 13 مليار درهم إماراتية، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وتجسد هذه الأرقام القوية للمجموعة تنفيذها الدقيق لخطتها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين. أعلنت شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن إيرادات قوية في العام الماضي تجاوزت 11 مليار درهم بزيادة 14% على أساس سنوي. ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بنسبة 20% لتصل إلى 5,500,000,000 درهم. ارتفع صافي الربح للعام بنسبة 29% إلى 3,800,000,000 درهم. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 358,000,000 دولار بنمو 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام قبل الماضي. ارتفعت إيرادات شركة بيور هيلث القابضة المدرجة في بورصة أبوظبي بنسبة 31% لتتجاوز 16 مليار في العام الماضي مقارنة مع إيرادات قدرها 12 مليار درهم في العام قبل الماضي، فيما تراجع صافي أرباح الشركة خلال 2023 بنسبة تتجاوز 77% لتصل إلى 965,000,000 درهم مقابل 4,300,000,000 درهم في فترة المقارنة، وذلك بسبب انخفاض الأنشطة والأعمال المرتبطة بالجائحة الدولية كوفيد-19. ارتفعت أرباح شركة الجرافات البحرية الإماراتية بنسبة 56% إلى أكثر من 2 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بأرباح قدرها 1,300,000,000 درهم تم تسجيلها بنهاية 2022، مدعوماً بارتفاع الإيرادات بنسبة 56%. كما تعود النتائج الإيجابية للشركة لارتفاع حصة من صافي نتائج استثمار محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، لتصل إلى 52,000,000 درهم مقابل 5,000,000 درهم خلال العام قبل الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل لتصل إلى 134,000,000 درهم مقابل 28,000,000 درهم. تراجعت أرباح شركة دبي للاستثمار أكبر شركة استثمار مدرجة في أسواق الإمارات بنسبة بلغت 28% لتصل إلى 1,100,000,000 درهم مقابل أرباح قدرها 1,600,000,000 درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي. أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تضمن نتائج عام 2022 ربحاً من استبعاد حصة مسيطرة في شركة تابعة وربحاً من القيمة العادلة من الاستثمار المتبقي بقيمة 980,000,000 درهم
نتيجة بيع 50% من حصة إيميكول. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور ماجد فتوح، العضو المنتدب بشركة فانتاج للوساطة في الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أذهري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذ ماجد. يعني في البداية تابعنا جلسة اليوم بالبورصة المصرية والتي تواصل مكاسبها القياسية، ليتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 28600 نقطة. ما أسباب ذلك؟ والله يعني لو حبينا نتكلم على مؤشر ال 30 او مؤشر اي جي اكس 30 من اول السنه مثلا، هنلاقي ان في بدايه السنه كان عند قمه تاريخيه عند 30696 نقطه. نعم. عمل حركه تصحيحيه من عند الليفل ده ومن عند المستوى ده، ونزل لغايه مستويات الاربعه، او يعني لغايه المستويات ال 24 سوري 8 سوري 24894، ده كان اللو. نعم. في خلال الفترة دي. وقفل النهاردة في جلسة اليوم على 28604. لو اتكلمنا عن أوبن السنة والنهاردة بنتكلم ان احنا ارتفعنا اكتر من 3588 نقطة في متوسط احجام تداول حوالي 5 مليار جنيه. لما وصل الاي جي اكس 30 للقمة التاريخية دي اللي هي تعتبر الاعلى في تاريخه كله، نقدر نقول ان كانت الاسباب الاساسية ده وتحسن المؤشر لأكبر 30 شركة في مصر بسبب أرباحها الغير عادية في عام 2023 ونتائج الأعمال القياسية. يمكن انتظار تحريك سعر الصرف مع تخفيض قيمة العملة المصرية بالمقارنة بباقي سلة العملات في السوق السود، أعتقد ده كان سبب رئيسي من أسباب ارتفاع التاريخي للسوق المصري. السبب الثالث في الحقيقة هو استفادة الشركات المصدرة للمنتجات المحلية بالارتفاع في قيمة العملة الدولارية، واستفادة الشركات المصدرة عموما إجمالا للمنتجات بره. أصبحت الأسهم المصرية في أقل سعر لها تاريخيا لما تيجي تتقيم النهاردة بالعملات الأجنبية أو بالدولار الأمريكي، وبالتالي زاد الطلب من المستثمرين العرب والأجانب على اقتناء حصص كبيرة في الشركات المتداولة في البورصة المصرية بأسعار متدنية بالمقارنة بالعملات الخارجية. طبعا تراجع معدل الفائده اللي حصل او نقول عليه معدل الفائده الحقيقي نظرا لارتفاع التضخم، مما يجعل العائد على الاموال اصبح سالبا، فاصبح ان الملاذ الامن النهارده هو الاستثمار في البورصه المصريه، وخصوصا بالعمله المصريه او بعمله بالجنيه المصري يعني. صحيح. اذا ننتقل. تفضل استاذ ماجد. لا انا بس كنت عايز اقول ان حمايه المدخرات هو ده كان اهم او الحفاظ على العمله المصري والحفاظ على قيمه العمله بالظبط. صحيح. ننتقل لتحليل المؤشر السبعيني ببورصه مصر والذي واصل الصعود ايضا، ما هي توقعات حضرتك لمؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه الذي قفز اليوم قرب 2%؟ والله كنا قلنا الفتره اللي فاتت لما جينا نقارن بين مؤشر 30 و70 قلنا ان مؤشر 70 كان افضل. صحيح. اداء من 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 30، في حين ان 30 طلع الى قمه جديده. لكن لما قلنا من شويه ان هو بدا بالقمه والنهارده بيقرب للقمه دي واصبحت مقاومه، احنا بنتكلم احنا كنا في مؤشر 70 كنا بدانا السنه عند قمه 6997 والنهارده الكلوزنج برايس 6997، وبالتالي احنا وصلنا الى القمه التاريخيه السابقه اللي كانت مع بدايه السنه في بدايه التصحيح يوم الاربعاء اللي نسمين عليه الاربعاء الدموي في نهايه شهر يناير، عاود للصعود واستكمل رحلته في الصعود مره ثانيه، واليوم النهارده على موعد مع الوصول الى القمه التاريخيه دي مره ثانيه خلال جلسه النهارده. وما زالت توقعات نحو استمرار المؤشر السبعيني في الصعود بقيادة الأفراد المستثمرين المصريين والعرب، وده لنفس الأسباب اللي تم عرضها في المؤشر الرئيسي، ولكن بنزود عليها أسباب تانية، هو الزيادة في الطلب على الأسهم المصرية من قبل الأفراد، بما أن الأسهم دي الأسهم الصغيرة والمتوسطة واللي يمكن بيهتم بها الأفراد والمستثمرين الأفراد في مصر، سرى طبعا حماية مدخراتهم من خلال الاستثمار، وحيث أن أفضل وسيلة أمن الاستثمار زي ما قلنا من شوية هي البورصة المصرية. أيضا دكتور ماجد، مصر تستهدف جذب 6 مليارات و500 مليون دولار من برنامج الطروحات الحكومية بالعام الجاري، ما تعليق حضرتك؟
طبعا عندنا في مجموعه من الاسباب نخلينا نتكلم فيها الاول قبل ما نتكلم على السرد ده. صحيح. احنا محتاجين لتغطيه فجوه تمويليه كبيره عندنا في العمله الاجنبيه. عندنا طبعا عندنا الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي واعاده هيكلته طبقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الاي ام اف، وده موضوع ما خلاص بقاش نرجع، ما ينفعش نرجع لورا، هو لازم نكمل المسيره اللي بداناها لان خلاص احنا بدانا معاهم ولازم نكمل لغايه النهايه. وزياده مساحه القطاع الخاص عشان نشجع المنافسه في السوق المصري. نعم. فبرنامج الطروحات هو احد شروط صندوق صندوق النقد الدولي لاتمام عمليات الاقتراض والتمويل، توفير النقد الاجنبي. وده لتوفير الثقه للمستثمرين انه يحصل على الدولار بطرق ميسره وبسهوله، وزياده حجم الاستثمار المباشر في الاستحواذات على حصص من شركات مصريه، مع التزام الدوله بتطبيق وثيقه ملكيه الدوله بتخصيص حصص ملكيه الدوله في المشروعات الاستثماريه في بعض الانشطه والتخرج التام للدوله في حصص ملكيه في مشروعات اخرى. فبرنامج الطروحات هنا يعني بيحقق الاهداف السابقه وليه اهداف اخرى بصراحه، بعمل عمق للسوق المصري وزياده حجم القيمه السوقيه للسوق اللي وصلت النهارده ل 2 تريليون جنيه، ولكنها تحتاج الى زياده اكبر حتى تصل الى قيمه سوقيه كبيره بالعملات الاجنبيه، لان لما لازم نقيمها في الاخر بالعمله الاجنبيه بنظره الاجانب والعرب او المستثمرين الخارجيين لزياده حجم الاستثمارات الاجنبيه في السوق المصري، وزياده عدد الشركات المقيده في البورصه. ايضا نحتاج لعمل حملات تسويقيه عملاقه داخليه وخارجيه لانجاح الطروحات وزياده حجم القطاع الخاص اللي بيمثل القاطره الحقيقيه لانجاح الاصلاح الاقتصادي وزياده حجم النمو الاقتصادي. قد يكون ده يعني السرد او الايضاح للثلاث نقاط الاساسيه اللي كنا قلناهم في بدايه الرد على سؤال حضرتك. نعم، ايضا ما هي اسباب التفاؤل بالقطاع العقاري المصري حاليا وما انعكاس ذلك على اداء الاسهم المقيده بالبورصه باعتقادك؟ بص حضرتك، القطاع العقاري ده بيعتبر افضل استثمارات عبر تاريخ مصر كله، بيعبر عن ثقافه الشعب المصري اصلا. صحيح. تاريخيا. خصوصا في الفتره الحاليه للحفاظ على القيمه في الاصول العقاريه، وخصوصا ان الشركات المقيده ونجاحاتها خلال الفتره القصيره السابقه زي شركه طلعت مصطفى مثلا اللي اقتنصت المشروعات الجديده والحصول على 5500 فدان مثلا لاعاده تطويرهم، والشراكات اللي تمت مع مجموعه من الكونسورتيوم الاماراتي في المشروعات المستقبليه المختلفه، ده كان موضوع مهم. ومن اسباب تحسن القطاع العقاري كمان خلال السنه 23 و24 هو ظهور مشروعات عملاقه اخرى وشراكات مع مستثمرين سعوديين واماراتيين في المشروعات العقاريه، ومنها مشروع قصر الحكمه اللي تم الاعلان عنه خلال الفتره السابقه، ولتقدر قيمه المشروع او تكلفه المشروع مبدئيا ب 22 مليار دولار. في طبعا هناك طفره في القطاع العقاري كمان خلال الاسبوع الماضي في البورصه المصريه، وده كان سبب انخفاض تكلفه بعض مواد البناء مع يعني هزه كده في سعر الدولار زي حديد التسليح والاسمنت، ده انعكس بالايجاب على تخفيض تكلفه الانتاج وبالتالي ارتفاع متوقع لارباح هذه الشركات في السوق المصري. الاصول العقاريه تعتبر السلاح الاكبر في شركات التطوير العقاري، وده ارتفاع قيمه هذه الاصول تؤدي بالطبيعه الى ارتفاع قيمه الشركات دي، فصافي قيمه الاصول العادله بتكون اكبر من القيمه السوقيه لهذه الاسهم في هذا. ولكن احب بس اوضح ان انا يعني حده التفاؤل المفرطه اللي موجوده في القطاع العقاري في السوق المصري، حابب ان الناس تحاول تبقى تفرمل نفسها شويه عند وصول الاسهم الى مستويات قياسيه كبيره او لقيم اكبر من قيمها العادله، فيبتدوا بس يرجعوا الى التكاليف الحقيقيه والمعدلات النمو بتاعت هذه الشركات، ما يشتروش في اي شركه، لا يشتروا طبقا لمعدلات نمو وطبقا لبي اي ومعدل عائد على الاستثمار بتاعهم يكون عائد جيد. انتقل مع حضرتك لجزئية هامة تشغل بال الكثيرين، ما هي وهو انعكاس إفصاح بعض البنوك الكبرى عن نتائج أعمال سنوية إيجابية على أسهم القطاع المصرفي المصرية؟ والله القطاع المصرفي هو قاطرة الاقتصاد المصري عموما، وقام بتحقيق أرباح غير عادية فعلا زي ما حضرتك تفضلتي دلوقتي في السوق المصري في الفترة السابقة. طبعا كان في أسباب ثلاثة مهمين جدا للقصة دي، وارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة اللي فاتت حققت أرباح كبيرة لهذه البنوك،
ارتفاع العملات البنكية خلال الفترة اللي فاتت وارتفاع مصاريف تبديل العملة اللي حصلت في البنوك خلال الفترة اللي فاتت. الثلاث أسباب دول كانوا أسباب مهمة في تحقيق الربحية، ولكن تقرير البنك المركزي عن ارتفاع سطح أرباح البنوك بالقطاع المصرفي ككل خلال الربع الثالث من العام الحالي اللي هو آخر شهر 9 زاد بنسبة 127.6% في الأرباح، سجل نحو 212 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في نهاية سبتمبر. فده كان مؤشر كبير جدا ان البنوك اللي في القطاع المصرفي حققت معدل نمو كبير جدا في أرباح. ولو حبينا نتكلم بقى على تأثير ده على البنوك المقيدة في البورصة هنلاقي مثلا السي اي دي البنك التجاري الدولي حقق 83% من 16 مليار ل 29 مليار، كريدي اجريكول 114% من 2.4 مليار لغايه 5 مليار، تنميه الصادرات من 845 مليون ارباح لمليار و400 مليون بنسبه 75% زياده في الارباح، مصرف ابو ظبي من مليار و580 مليون ل 3 مليار ونص، وده برضه بنسبه كبيره 125% من الزياده في الارباح، وبنك قطر يمكن اخيرا طبقا للبيان اللي معايا ال 10 مليار ل 16 مليار بنسبه 57%. كل الكلام ده بيؤكد فعلا نتائج الاعمال للبنوك الكبرى في مصر خلال الفتره اللي فاتت كانت بمعدلات كبيره جدا، وده ريفلكتد واثر على نتائج او قيم حتى الاسهم اللي موجوده في السوق المصري. وعلشان كده لما كنت بقول القاطره فعلا للاقتصاد المصري فدي حقيقه، هو بيرفلكت عليه اي تاثير في السوق المصري وخصوصا في الاسهم المقيده. نعم، ولتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتيه ابدا مع حضرتك دكتور ماجد من بورصه ابو ظبي التي عاد اليها اللون الاخضر اليوم، ما تعليق حضرتك؟ بصي، بعد استمرار الهبوط في المؤشر الرئيسي في بورصه ابو ظبي خلال الفتره السابقه والانخفاض من المقاومه الكبيره او الهايست برايس بتاعتها عند 9853 نقطه الى مستويات دعم الاولى واخترقها 9400، فكان النزول عنيف جدا، وقدرنا نوصل الى مستوى الدعم الثاني. اعتقد ان سيتم التجميع عند هذا المستوى اللي هو 9320 وهيكون دعم قوي جدا، هيتحول من المؤشر من الاتجاه الهابط الى طبعا مؤقتا الى اتجاه عرضي، وهيكون الدعم اللي بنتكلم عليه 9320 والمقاومه 9420، هنتكلم في تداول وزن الدعم والمقاومه دول على المدى القصير. واغلب المؤشرات الفنيه في الحقيقه بتؤكد اعاده تجميع المراكز الماليه للاسهم الجيده مره اخرى عند هذه المستويات، بس مع احترام وقف الخسائر عند كسر مستوى الدعم السابق اللي كان 9320، ولكن اجمالا النظره متفائله على المدى القصير في عوده الارتفاعات مره اخرى، وده بسبب تحسن في قيمه المنتجات البتروليه وارتفاع اسعار البترول تدريجيا، هيساعد ده على التحسن في اداء المؤشر خلال هذه الفترة أو خلال الفترة القصيرة القادمة لغاية ما نشوف هيقدر يعني يقدر يكسر المقاومة القادمة دي إمتى، وساعتها نقدر نقول السوق هيتحول اتجاه صاعد ولا هيستمر في اتجاهه العرضي لحين يظهر العكس، يعني يكسر الدعم أو يكسر المقاومة ونشوف هيقدر يوصل عند أي مستوى من هذه المستويات. ولكن عودة اللون الأخضر شيء جميل للمستثمرين اللي بيتداولوا في بورصه ابو ظبي، واعتقد ان هيكون فعل خير خلال الفتره القادمه، واعتقد ان هيطلع بصعود جيد. انا شايفه على المدى القصير هيبقى ارتفاعات جيده جدا يعني. ده بالنسبه لسوق ابو ظبي، وبالنسبه لسوق دبي الذي ارتفع مره اخرى اليوم وتجاوزه مستوى 4200 نقطه، ما تحلل حضرتك ايضا لاداء السوق؟ بصي، هو العوده الى الارتفاع من يوم الاربعاء اللي فات يوم 7/2 بالظبط واغلاقه عند ال 4219 نقطه، احنا شايفين ان المستهدف بتاعه خلال الفتره اللي جايه يكون 4300 نقطه، لكن القوى البيعيه الفتره اللي جايه لازم نقلق منها شويه. احنا السوق مش نازل، يعني السوق ابو ظبي كان نازل نزول عنيف، فيمكن الصعود ممكن يكون رده الفعل تكون بشكل كويس، يكون في تفاؤل كبير للمستثمرين، لكن القوى البيعيه ممكن انها تظهر مره ثانيه في سوق دبي عند مستوى ال 4300 نقطة. ولكن خلينا نتكلم انها نفس الموضوع، ان احنا بنتكلم في اتجاه عربي،
وليس صاعد وليس هابط، حتى لغايه ما يكسر مستوى ال 4300 نقدر نتكلم ان هو يعني يعود الى الصعود مره اخرى. واحنا عندنا الدعم بتاعنا عند ال 4129 والمقاومه عند ال 4300، فالمؤشر في بورصه دبي افضل حاله من بورصه ابو ظبي من حيث الاداء، ومتوقع استمرار الصعود في حاله نجاح المؤشر من كسر المقاومة السابقة، وسيكون متوقع التحسن التدريجي خلال الفترة القادمة بسبب تحسن النواحي السياحية والتجارية في إمارة دبي خلال الشهور السابقة، واللي بينعكس بالتالي على حركة التجارة وزيادة الأرباح المتوقعة للشركات الموجودة في المؤشر اللي في بورصة دبي. إذن باعتقادك دكتور، ما هي القطاعات المستفيدة بأسواق المال من التوترات الجيوسياسية المستمرة بالمنطقة، كذلك الخفض العالمي المتوقع بأسعار الفائدة الأمريكية؟ والله على مستوى البورصات الخليجية مثلا، هنقول قطاع البتروكيماويات هو الأكثر القطاعات استفادة من الظروف الاقتصادية الحالية، ما بين توترات جيوسياسية بنحتاج إلى البترول والمنتجات البترولية، وطبعا مع وجود فترة الشتاء برضو والتصدير الدائم للمنتجات البترولية لأوروبا والدول المستفيدة والدول الصناعية الكبرى يعني، طبعا وإلى ثبات أسعار الفايدة الأمريكية، الخفض المتوقع خلال الفترة اللي جاية ده هيخلي إعادة مرة أخرى للبورصات وخصوصا الخليجية في الارتفاعات والعودة. عشان كده أنا كنت وأنا بحلل أبو ظبي ودبي كنت بتكلم على إن في نظرة متفائلة وخصوصا في بورصة أبو ظبي، فأعتقد إن ده هيكون من ضمن القطاعات الأكثر تأثرا في هذين السوقين، وطبعا الأسواق السعودية كمان. القطاع الثاني في الحقيقة القطاع المصرفي، وإحنا قلنا ده يمكن يكون في السوق المصري على الأخص يعني، ده عشان هو الملاذ الآمن للادخار عند أغلب المستثمرين اللي مش عايزين مخاطرة أو لا يرغبون في مخاطرة زي ما بيقولوا. ممكن نقول قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، انتعاش الأسواق في كل الأحوال وفي كل الأسواق بيرفلكت أو بيؤثر على نتائج الأعمال بتاعة القطاع المالي غير المصرفي، لأنه يعني على سبيل المثال في السوق المصري مع زيادة حجم التداولات أكيد نتائج الأعمال بتاعة الشركات الخدمات المالية غير المصرفية هتحقق أرباح غير عادية وغير مسبوقة بسبب الإيرادات الغير عادية اللي حصلت بسبب زيادة حجم التداول. وطبعا بما أننا بنتكلم في الخدمات الغير مصرفية والاستشارات المالية وكل الخدمات اللي بتؤدى في هذا القطاع، أعتقد أنها بتحقق إيرادات غير عادية للشركات القابضة واللي بتشتغل في هذا القطاع. أيضاً ما هي توقعات حضرتك لأداء الأسهم الخليجية خلال العام الجاري؟ بالنسبة للأسهم الخليجية أنا بتكلم إن السوق السعودي يحصل يعني يمكن الأسواق كلها تكون عرضية، السوق السعودي ودبي وأبو ظبي، وأعتقد إن هذه التوقعات هتشتغل في ناسف يعني نارو رينج أو في مستويات ضيقة جدا لحين كسر أي مستوى من هذه المستويات للارتفاع. وأنا يعني عندي نوع من أنواع التفاؤل في الأسواق الخليجية الفترة القادمة، وخصوصا أنها كانت يعني ما كانتش الأحسن حظا في عام 2023، لكن أنا بقول لحضرتك أن في 2024 هتكون البورصات الخليجية في مستويات كويسة، ولكن طبعا هيبقى عندنا مستويات تجميعية تاخد لها مثلا شهر ولا اثنين، ومجرد كسر اي مستويات من المقاومات او عمل قمم جديده اعتقد ان احنا هنوصل لمستويات جيده وتحسن في الاداء في جميع البورصات الخليجيه في خلال الفتره القادمه. وضحت النقطه. بشكر حضرتك دكتور ماجد فتوح العضو المنتدب بشركه فانتج للوساطه في الاوراق الماليه لمشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية أيضا. صعدت أسعار النفط بنسبة بلغت 66% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 82.52 دولارا للبرميل الواحد. وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين اليوم صدور التقرير الشهرية لمنظمة الدول المصدرة للبترول في ظل ضبابية المشهد على الصعيد الجيوسياسي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 43%
عند 2041 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع ترقب المستثمرين. بيانات التضخم في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد على مستوى العالم. للحصول على مزيد من المعلومات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدية. على صعيد العملات الرقمية، فقد سجلت مكاسب جمعية اليوم، وصعدت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 4.11% لتغلق قرب مستوى 50,000 دولار. ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تجاوزت البيتكوين مستوى 50,000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مع مزيد أو تزايد الإقبال على الأصول المشفرة أو بإطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء.